اقتصاد ثمار العراقيين من عرق جبينهم وخير أرضهم يحقق اكتفاء ذاتيا وأمنا غذائيا، حقيقة تدفعها المحاصيل المهربة من أسواق إيرانية إلى العراق قاتلة لطماطم البصرة ومحاصيل العراق الزراعية. حماية المنتج المحلي. يأمر الكاظمي بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواد المهربة. نداء استغاثة يطلقه المزارع العراقي بالعموم، فيستجيب رئيس مجلس الوزراء على وجه عاجل بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة ممثل من جهاز الأمن الوطني وممثل لكل من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وممثل عن مديرية الزراعة في كل محافظة. تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة ممثل من جهاز الأمن الوطني وممثل لكل من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وممثل عن مديرية الزراعة في كل محافظة. يعمل الفريق على متابعة الأسواق والمولات ومراكز التسوق داخل المحافظات لأجل المتابعة والتفتيش على المواد الزراعية المهربة، خاصة من محصول الطماطم والبطاطا والدواجن. إحالة المهربين للقضاء، إتلاف جميع الكميات التي يتم السيطرة عليها، دعم المنتج المحلي خاصة محصول الطماطم في البصرة. الكاظمي ينوه لقرارات مهمة ستصدر قريبا لأجل دعم الفلاحين، منها تقديم الدعم لأجل زيادة إنتاج المحصول الزراعي، عدم دخول المواد المهربة من المنافذ غير المسيطر عليها. الكاظمي يعلن البدء بالقضاء على تهريب الطماطم ودعم المزارع العراقي.